وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف صابر حليس من المركز الإعلامي للمقاومة. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهدينا الكرام. نعم، استفزاز حوثي جديد تقوم به الميليشيات الحوثية، ما موقف رئيس البعثة الأممية إزاء التعنت الحوثي؟ رئيس البعثة رئيسين؟ نعم، ما موقف رئيس البعثة الأممية إزاء كل التعنت الحوثي؟ رئيس البعثة الأممية كعادته وك يعني كتصرفاته السابقة يعني لا يبدي أي تصرف إيجابي تجاه تعنت هذه الميليشيات وممارسة هذه الميليشيات الفتية أمام يعني تصعيدها المستمر، وآخرها كان عدم السماح لفريق الضباط الذي أعلن وقف عن شغله والعمل في بيان الأمم المتحدة بظل استمرار خروجه من شبه الفردية، وكان آخرها استهداف العمل يعني لم تسمع رئيس البعثة الأممية ولا البعثة الأممية في محافظة الحديدة أي موقف تجاه هذه التصعيدات وممارسات يعني الحوثية، وكأنها البعثة الأممية يعني عامل مساعد للميليشيات من أجل استمرارها في هذه الممارسات. نعم، ما الذي سيقوم به الفريق الحكومي إزاء كل ما تقوم به الميليشيات؟ الفريق الحكومي أعتقد أنه حسب تصريح الرئيس اللواء محمد عيضة قد أبدى تصريحا واضحا تجاه هذه الممارسات الحوثية ورفضها شكلا ومضمونا، إضافة إلى حمل البعثة الأممية ورئيسها سلامة و يعني أعضاء الفريق البعثة الأممية. نعم، صابر حليس إعلامي بالمركز الإعلامي للعمالقة، شكرا جزيلا لك.